السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. زين، يوم حين ما طاحت الكمر، ما طاحت هي جلبت هي. شوف، يوم الحجر كان مكبرها شبرية، مستعيبة شبرية كان مكبرها، طولها طول عرضها عرض. شوف الركض وين، على هالطرف بس. يعني ليش الواحد ياخذ غير شبرية؟ والله كينج سايز. زي خذها، يبي تاخذها اخذ لك ربع سايز. ها شبرية، هذا اللي انا ارقد عليه. والشبريه ولا تشد حتى اختلف منها اي شيء طول هالفتره. يعني كيف يعني؟ لا في بحر لا في بر، بس هالكبير هذا مجال الرقاد. ما ادري ليش ما يصير في النصيفه ولا الطرف هذاك الزائلين. لا بس هذا الطرف، هذا المكان الرئيسي. ها انزل، لا وانزل اتختل بعد يوم بسير سمونه. اقول لكم في الليل والله يا ابوك سكرت الدريشه، سموني انا اخلي الدريشه طلقه واحط التور هذا اللي بيني وبين الدريشه. والله يا ابوك من عدى البحر في لست بالبرد. شوف مره مباشر مباشر مباشره الهواء يكفخ في اليدار كفخه ويدخل سجيع بارد يبس العظام. مستوي تيار من الدريشه باب الله يعزمك وسامعين الحمام، فاتح الدريشة صغيرونة هاي اللي فوق الرشاش من ناكي، ويستوي التيار. ما تنسونه، ما تنسونه، ينسمع كان هو قوي قوي بطريقة ما تخيلونها، بارد وفنان. ييب الخمدة، ما بالرقدة، ترى فرق بين الخمدة والرقدة. هاك يقول لك خمدة هالكف، هاي خمدة هالكف، ورقدة هالكف غير رقده الكهف اول ما رقدوا، وخمده هاي الخمده اللي كملوا سنين الله فيها. يلا ها والساعه ما طع، وين عقه انا؟ لازم اصب سلمانيتي اول ما اوصل. شيء كبت وشيء علم وشيء خبر، لازم اول ما اوصل اظهر سلماني بهالطريقه. الطراطير شرق والجلالي بغرب، والبرنيطات هاك مالات الروس، والبناطلين اللي من غير حق البحر يعني. وايش كنت دورة الصلاة معلقة عادة؟ لا ضروري. Good morning. أبو عبد الله، صباح تحريت وين حضيبة؟ صباح الخير. شو أصبحتوا؟ ما زي البحر يا أبو عبد الله. زادكم أبوي أمس عازبين أسبوعين كاملات، ونحن أبوي متنبين لندن، ودرين هالمكان الغاوي وهالزين كله. هي يلا يلا البرد جاي هو عياله البارحة. عبد الله يني تيبست البارحه من زود البرد. تريك له بعدك؟ لا والله راقد من الصبح، من الصبح نار. ما شاء الله عليك، راقد من وقت انت؟ راقد من هذه البرنيطه عاد الحين حق دخله حق دشه البحر. برنيطتين، وحده هاي وحده هاي انتين، وهاي النعود بعدها، وهذا الطرباب بعد هذا عن الراش. يا ربي هالجاكيت غدا ابيض ملح لو ازرق من كثر ما هو جديد البحر. او ان الهواء خف ترى عن البارحه. الهواء ترى اخف عن البارحه. اخف شو؟ هي ترد الماي لو تسجي ابو عبد الله؟ ليه متى بتم تسجي؟ لكن مرة تغني في الليل الظهر. الله أكبر. لا اليوم مو قوية والماية. أيوة الحين في شتاء ماي لو مايتين؟ لا ماي في الصيف مايتين. ها الصيف مايتين، لا حسب المكان. لكن الأغلبية في الصيف، في الصيف تكون مايتين أبو عبد الله؟ في أماكن مايتين وفي أماكن ماي واحدة. سبحانك يا رب. الزبوت يا الزبوت، هذاك بين الزبوت شرات اللي في الفجيرة. لكن هذا دور مدار يميع السمكان، واللي في الفجيرة سمكته أقل، اللي في الفجيرة سمكتهم في القبة للمحيط. يا سلام سلم الفجيرة بحر شوي داخل في البحر يعني. لا السمكة في أبو ظبي ضك البر. إيه على السيف
المحادج بضبي ما شايف الغبيب هاي اللي هني في الأطراف، هاي الدنيا كلها سمكان، فالسمكة ما تصير للغبة تدور الأكل، كل أبويا لزية هني لزية ضك البر، فتلقط السمكة ما شاء الله إلا جريب تصير تصيد، وتيك السمكة مرددة وتي سمين ومشحم طعمها يختلف عن كل بحر في الدنيا العودة. تماسيل المطر كان هو خاري هو قوي الله يكون بالمستعان، ولو بالوحب يعطونا بدل ما غطري ولا في البحر بارد كان بيظهري ظهري. يلا ريوق ريوق يلا ابو محمد جود مورنينج. شو وجهك قادي ما شاء الله كأنك البخت على التخت، يعني الله يحفظك ما في وجهك مره ما عليه قصير يا ابو محمد. يلا غايته يلا زين يلا زين هذا اخوك يلا ريوق اقول لك حدا راجل يا ابن باي نشيت يتريق قاعدنا بالحضيض كل الناس بعيد. يا سلام على المحل هذا ها مصور لك شو اسمه هو مضمون احنا فول وهذا شو استغفر الله. يا سلام اكلتك هاي انت انت هذا يعيبني يعني. يلا وهذا كوبي هنا كل العرب ابويا كوابهم من الصغار الا انا اوزع عمري كوب هالمتن. هذا الصبح لا بد ولا عذرنا هذا كوب السبحاني كلها كوي العرب كوب هذا كوب الناس العاديين الواحد هذا انتم تعال سيران احنا ايه ترى المشاري مايت لازم اثنين يشرب منها لا لا انا ابو اثنين بندحك اثنين تشرب انت من هذيله لا ساعة تدون ساعة لا 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 خاف من الله لا لا اعطني الرب هي هي انت عندك الحراق ولا شو عيب الحراق انا مبوني عيب الحراق لا بس هلال عند لا لا بس علي بيضه ولا رايح احطها حطها حليلك يا ما تعشيت البارحه عشيت نسيت اصبركم المحل ده هذا محلها لو تنفخه بيصك قرب لي دار والله وزاير لو بتنفخه صك شي فيه ابوي لا همك الله ولا هم يحزنون الا ماء وطحي شويه مريس حد من العرب يتفنن زعفران وبكمبودر وخربشان يحط طحنه الزمان كلها فيه ولا محله يعني شيء ما يرزق بشيء وتسوي لمليون صدع وديانة محمد حب العرب وهدي بالغون في موضوع شيء ما لأي معنى ويسوون لك 600 فن ولك 600 طريقة وهو عظما لمحلة شيء يوم يظهر عن القانون ظهر ترعى القانون لمحلة ما يحطون له زعفران وطحنة الزمان وما أدري لها أدواغ ما عليه لكن ترى اسمه محلة ما بسمة تاج الملكة حينه وتحط له يميع له صوص ويميع الأحجار محلة شاتب العرب تاكل سوى على رسله على ما الله خلق يعني تتفنن ما أدري شو يحطون على أطرافه بعد ما أدري شو هاي العرب العادية زين وها فنيالي أنا أروح من غير ترى فرق بين فنيالي أنا فنعيينهم ها. ها. ها هذا اللبو وهذا الولد يلا غاية تحين بس من يال واحد ابو محمد يا سلام شو اللي بدل معك يا رجل هو ترتي الدل ولو كان عدملي قول لي يا سلام شوف هذا كان مرتكس في صلب بيت ريانة في المشوة ماكو زعلان لا طالع حاضر لهني وين اسم الله قطع اسم بنته هبل إيلاف اسمها من جوع ولا شو ولا من جوع هي مصمم والله ابو محمد شو ردة افعال العالم كلها مستغربة على اسمه من الاسم اللي بيسميه بنته ولا من جوع هي صح
صدق لا يسمن ابنه ولا يسمن من جوع. لا يغني لا يسمن. لا يغني ولا يسمن من جوع. هي والله. زين هذا اسم. ودر ودر كل شيء من جوع خذ تنقى هاي الحرف. ما يصلي بعده. حليلة. إيه والله ما سمعت إني يصلي. يا زين كريعينات يا أبوك ما زين هذا سمعوا سمعوا به لبس الحمام من حضيبة. Good morning. شو هاي يوم تسمعوا به لبس الحمامي هذا لبس الحمامي تسمعوا به هذا اللي يطرونه لبس الحمامي ها وهاي فانيلة تحت منقيل وهذا ها غبر داقت من الشمس. ولا بحايل عليا فنشل خلنا بس البحر محتوبة لبس الحماميل طالعوا تقول ما حد رواكم لبس الحماميل بعد البنطلون يحيي اللي فوق هذا يا سلام سلم كيف ما لا عادي البيت يا خريج يو يلا يا البحر يا الثلج والله طيب يا الثلج سارين كد علي تام يا ابوكم ما دخلنا البحر بهالبد انا بقى شيء ولا شيء كانت ابوي لو دار الطريق بس ميت الفنانه فايز الله يسلمكم غير انكسر وكيل شيء بلا منزلين الحال العود فايز اللي أصغر عنها 27 اللي ظهر يصير تشبه البحر المكينة مكسرة مكينة كانها مكسرة وحين وزنا في الراد العود طلع عودة أريف ترى أريف على الفايز نحن أنا ما أصبر على الفايز فايز هو بالخير وهذا ما علينا منه لو حتى عود لو يجيب شيء لكن هذا قيم طرينا عليه وحين صار يصلي يا زاقرين له شو اسمه ميكانيك السمت احب لا هو خلينا حق المهمات الصعبه السمت ايه؟ حرب الله السمت السمت يا ابوك الهواء يشهدوك الهواء ما يقهر الهواء مو يسوي اي والله ما عنده راع على الهواء القوي مال خواهر يوم البحر طايح ينفعك السمت ويوم البحر شويه في عياي ابوي السمت ما يسر ولا ينفع ما ينفع غير الحارث هذوه ما شاء الله على الحارث والله ما قد شفته انا انت ما خلينا ايه وحارث وين عيد حارث ايوه لا 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 الحارث ابوي هو المبروك بس انتهت عاد المهمة التل ما شوه ايه قضيت حايته لالي في الهواء راد ما لا على ديتي الحب وحشي خلاص الحين ما الحرارة ما لا أقول أبوي خرابها ما لا الجاكيت هذا من عند خيبه عرف ان الجاكيت هذا من عند الارباب ماله هالي علي هنا من 3 سنين وعرفه شريته قال هذا الثالي يقولوا انه هذا فنان جاكيته قال هذاك من عند ارباب قربله الله وين ينسى هذا بفادين هذا بفادين والله البحر موي هذه تسوي اللي بيضه زباد ريت شو هذا وين الحصى هذا الحصان تشوفونه هذا كله هو اللي يسوي الموي طراد ويجي فوق ويجي تحت خير ما في ديوب يا سلام سلم
كبد كابو ابوي انهت له كبده ما عندنا هذا النوخذه شي يقول يرمسني على اساس اني بروم ارد عليه انه يروم يرد علي ما حد يروم يرد على انه باخذ حيله ما شيء جواب ابوي كلمه تقبط اي بطل يا سلام شدل. يا رب البيت والحرم عش يا ابو ابو محمد هاي الحين هاي تنعد بالغ مره رقم واحد صغار هذه هاي لك هاك خبيب طاف البالغه وحده فيها الهلال تراها هذه توصل يعني 4 كيلو فيها 4 كيلو ولا هاي لك ما 3 كيلو كيلوين ونص عطي خالد وين هي حق هذا نحن ابو هالكبير عقب محمد تقبضها تحت محمد عقب بحر شوي 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 ها من الطرف هذا ليه الحول ترى بنيك لا تصير بقعة تم مكانك هذي بيضة شحمة ما شاء الله صاد 10 زين والله الحمد لله امشي صيد 10 الحين لا انت بتشوف هاتر هي ستحلف لي يا ويل بتشوف الصافي هذا صافي ان شاء الله الله كريم الله ان شاء الله هذا صيد ناس بزايين يعني شعري سولي خباب تنعده هذا عاد حق عمالهم هذا ابوي دام عمالهم البحريه هذا الشيء هذا رقم واحد فيهم شوف محمد هذا حق بن حضيبه انا ابو بن حضيبه كل شيء تبي تعطيه ولا بعارف شو بتعطيه بخيب تخيبك شوي صبر 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 الحين نزل شوي شوي ها ندوخ هذا الحين ضرب الله اخوانا اللي قبله ازمن مسمرات فوق قبل هذا ضرب تب ابوي ما يبي الحين ان شاء الله الصيد صيد شعري قبقو ينمى صافي بدحه جشه خباط شعب تنعده ما شاء الله من كل شيء من كل ما تزيه النفس هذا كله ابوي معروفون زين وهذا الحين نحن نسميه شواص غير في هناك في لندن ولا في البايك تاور نجيب لكم شو هلال شو دوفرسون وبكم 300 جنيه من نهر التايمز 300 جنيه 250 جنيه هل اسمك محمد بن عبد الله ياكل يلا تعال ابوي بنعطيكم اياه ابوي هل يا هل بايك تاور بلاش تعالوا ها فرش مره الطريق وهناك من يحط لك الطاوله وحادك يلست يا بلك ابوي طشتها الزبده قطيع على كبر رايبه وحط فيه ثبانك يسمونه الفوده سير وي هاف شو اسمه دوفرسول فريش فروم ذا تايم تايمز ريفر هي وهذا ابوي هيوني طالعوني هارب نيكلز هارب والله كلمة الثانية دوفرسول اسمي مينن وطلب مشكلة طعمه لذيذ والحمت بيض البلحب يض حراق قطنة وما زينة ما دي كيف يسوي يحطون عليه زبدة ولومية زبدة ولومية الحين هو هاك متعاتل ويا هامور يفتش عنه وما بطلع برايد عرفتوا غنية زامط علي بخشمه يا خشم الكوفرة خشمي طويل وعالي شفته في المنظرة ترى ابوي القصيدة معدودة في هالريال هاي القصيدة عدنها الشاعر في هالريال زامط علي بخشمه يا خشم الكوفرة خشمي طويل وعالي ولا دجيج وعالي شفته في المنظرة شوف عليكم الصافية ما شاء الله
كيلو فيها كيلو. حرامي ان فيها كيلو. ادري ادري هالسمكه الصغيره هني. قطع من وياك. منو؟ مرحبا. وينك؟ ورانا؟ امور هلا شو هبل ابيض هذا هلا ابيض حق فوقه حق متبوس ولا هذا الفاتن ها شرت حد من العرب ياو هل هذا حق مريقه حق مرقه ما يصير حق صالونه لازم مرقه فيه فيها الويميه سودة ولا على صار على حسب المكان اللي انصاد فيه هناك سحيري تعاكل هو يا هامور يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا حافظ عليك الهامو إيه يا سلام سلم يدك يدك هذه لوها قرب الله انت مقواها هاي يقولك يا ويهلوها هذا ويهلوها هل قربت الله مقواك عليها بعد بطره خذت سنه ويني راحت تحت الورش الحمد لله رب العالمين انتهت الرحله في خلال ساعتين تكللت بالنجاح صيد وفير ثلاث تشيس من كل سمكه من غير الهوامير والجنعد والخبار شيء ما شاء الله تول 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 الحمد لله بشير كم طاح الهواء والبحر مره طايح صفو حين رقم واحد شويه في موي ما بموي اللي هو يزيق يعني شارات ما ظهرنا الصبح لا اله الا الله البانش يطير فوق في كبد السماء ويوجع شو ما شاء الله خير 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 كان عدو خبار كان عدو خبار كان عدو نزل باجي السماء كلها لازم هالرادار لازم يحاول عليك يا ملزم يا مرحبا يا مرحبا ابو حميد مرحبا مرحبا بعبد الله بن مرزوق سلام عليك جود مورنينج كيف حالك؟ يقولون انت في لندن عيل تروم تتدسس عني عسى ما صور رجال ابوك يقول كم مره شافك عبد الله ويشرد عسب ما تصوره في ذمه قلت له لا هي والله انك قايل نعالي انا شفناها هي قدامها مثل الدقيانوس بن حضيبه فاتك البحر يا رجال منو هذا شبله زين شو الفائدة عندي سيف وسيفي في اليبل يعرف خدمه وخدمته ما نبه زين متى يا الله ب...
حياه. 25 2 بسافر. هي مدحه الاسبوع الجاي اذا هاي ضحى محمد ضحى اللي ينمه ينمه عوده ينمه سمين سوي لي اياها مشواي اي شيء سمين سوي له البحر بالاخص في البحر ما ينشهب ولا كان عيش ابيض ومقله ومشواي لا فينا ابوي على المشابيس ولا فينا على طحنة الزمان اكل البزه هذا في البلاد في البحر ابوي عندك هالجوي فنان وتونا صار طين يميع الرمان رمان وهمبة وأناناس وشاهي وقهوة عبد الله شو كلت أنت؟ شاهي يا رجل شاربت شارب شاهي عبد الله السلام عليك حيك مساك الله بالخير حيك تبسي البحر عصر زي ولا في سكر صدنا هو امير الا هو امير ها ها سيد محمد محمد اي وين الكفاره رب الله رب الله الله بنحسن يلا صلاه غايه ما زين العراقي عراقيتي شيء لسه في الشارع مدري ولسه كذا هذا اخوك هي داخل مير مسؤول عن المكان حتى في طريق من عند الباب المسيد هاي هي عتب وعبد الله صح أنا شوفوا كل ما خلبيت في اليوم حمال المسيد ظني العرب هل بالفريج هل بالفرجان كلها ما صار اليوم حد البحر العرب لأن مكملوا 30 أسابيع في البحر اللي جازب كبرها طبعا مرادين أمس يا حسين حزاب ونحط المدارس ما ظني حديث الفرجات تأمين للعمال والمقاولين والبنايين اللي خدموا أرض من أكبر شو ما زين عاد اللي أخير عن الأرض هاي اللي اليوم أصور لكن كل يوم يزيد بسم الله يا سلام يا سلام يا سلام خذوا عنا خذوا عنا خذوا عنا شوف السحب شوف السحب هذا كله بركات لينن لينن شوف السعر يا شاهد هذه شوف السعري شوف هاي لاحظة كم بتاكل الحين هو على التاوة تقول بتلطم الدنيا كلها طيب اللهم لك الحمد هاي عرض وحدة صافي كلها عرض صافي كل هنا عرض صافي وهي ضابط حضر ها؟ من شيرين من هنا عرض صافي وهي ضابط ذاك البيت باقي اللي كان وانت هذا واحد من النهار حكم انتو الحمد لله خير الله وايد الحمد لله ها شوف الا ما زين الا بالحلقه ابطا بالحلقه ابطا ما زين وين يا ربي يا الشحن هذا كله حين صار تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله شوف شوف عليكم لي نمه وين اكثر الحين سمك طافي سمين وين اكثر هذا لي نمه والله تعال وين تعال غرب الله احنا عجبه
والله انه ما ودك تاكله السمك، ودك الا تصوره وتجلس تطالعه. هاي عاد اخير صافي فيه شكل، شوف معرضها عرض الشكل، شوف اختها عدادها اقطع عنها في العرضها. شوف شعر السمك مفتتك تماما من ذكر. يا سلام يا سلام كذا. تعال الحبيبة خلالك عيونك كذي. بلاها بلاها. انت جاي منك توايد؟ لا تعال ما صورت بيفوتك نص عمرك. شو بتشوف؟ تعال تعال. لا هذا اي والله من دعس من دعس من دعس من دعس من دعس. يا سلام سلم. هاي وي بعد ابوي عنه شنو هناك حق ابو حميد. يا الله يحفظك. ما يخصك ولا في وحده. حاجز انا حاجز. انا هاي شوف صافيتين هاي المردده والشعري هذا اللي منفتق ظهره. وين من؟ اول شيء انه خذه الله يفكنا من شره. ها تعال ابرح الاشرف. تعال ياي. لا لا ما محروق. رقم واحد تعال. دخلنا مره دخلنا اليوم وايد سمين محمد اليوم ما شاء الله. وسمه وايد وايد سمين. على هالاساس غادي بالحل سمك ما في شراته. شوف من التاوح انت تغرفه والعيش اخر شيء ينشل يتودى على السفره يتودى بويه اللودان ابدا تودى السمك المشوي هجسه اخر شيء. شكرا محمد شكرا شكرا محمد thank you very much. hey thank you very much. okay okay good welcome. hey دار النقاش شو عاده بينه وبين ابو عبد الله وبين محمد بن عبد الله ان محمد يقول والله البارح المقلى حاف غاويه وان المقلى يوم في رطوبة من داخل خرسان هذا منو ياكله؟ مقلى يسمونه مقلى حاف مقلى يسمونه مقلى خرسان مقلى خرسان هاي حق فخارة للبقر يفخروا بابوي للبقر. كل حد ذوق يا أخي لولا اختلاف الآراء ما راح تسلم. لا اختلاف شوه؟ اختلاف لولا اختلاف الآراء ما راح تسلم. يا رك الله يا أبو عبد الله بسم الله عليك الرحمن الرحيم. يا رك الله ويا رك الله آراءك يا أبو عبد الله. الله عليك تبارك. انزين شو تقول انت ابن حضيبه؟ والله انا مالي قول شو شوركم انا مالي ابوي هذا ياكلني انا باكل هامور من تعقل محايله طمها اي شيء يا شر الله والله لا والله الد العيش ما تهوى النفوس عيال شنعد ومقلى وميغيغ ما بغاوي قال والله مقلى حاف وعيش ابيض شيء شراته مقلى حاف كله نعمة الله اي والله عيل مقلى لا 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 خلاص بدل بالتسجيل هي هذا المقلى هذا لا لا نفسه عن الكذب بعد انتم ما تصلح لكم الصواه خاف من الله هذا شرات البارحي هذا مقلى الحاف مقلى خرسان من داخل ما يقوطر ما يتشاهد يا الله حق المغايه ما بمغايض نعمت الله الناس تدور النعمه وهي تبطر على نعمت الله ما شي شراتها حس يدخن يا ربيع وينو؟ ربع بحجان متو شو سويت انت اليوم؟ هذا قبقب مغلي قبقب شو شو اسمه؟ مغلي شو ها؟ قبقب مغلي قبقوب قول ايوه قول قبقوب قبقوب لا قبقوب قبقب قول هاربي نيكل سالو نعم سابر قول هاربي فيكل هاربي نيكل نعم هاربي نيكل هارفني نيكل ليكل هارفني نيكل
وين يروح انت؟ ما شاء الله ما شاء الله خيرات الله من كل ما تجينا. ايوه هذا الاصلي، هذا ابوي يوصى عليه الدكتور، هذا هو الدواء، وهذاك ابوي مقلى، وهذا قشيد. هذا القشيد من وين؟ بالليل. وين جايكم هلال القشيد؟ عند عتيج. ايه من بعبيد يا حافظ على بعبيد. انت شي مرقه قد عندنا لقيت شيء من اخر يا ريال. ايه والله اما مزوق القشيد عليه يموتك. يلا شوي شوي ايش قطره عاد قطره لا علبو قطره يعني بعد شوي يولد. ايوه هذا هو، هذا عند القشيد لازم شيء لا بد منه عاد الدهينه. لازم اخر شيء عاد الدهينه ويا القشيد ويا السمك المقلى ويا المشواي ونعمه. اللهم ادمها نعمه وحطها من الزوال. هاي تدوها القطره قبل شوي على التاوه. هي نعم وهاي الصافيه العوده مالتي المردده وهاي اللي نعمه. هاي حبوبي ياهن ولا ترى عيش زود عيش ماشي شويون. وهذا القشيد ترى مبيت قوم بالسنة دي هاي مرزوقي بوك شرس تاكل مش صالونة. لا صالونة يا ابوك انا ما اريد اكل منها. شو كذا شعري تبي الشعري؟ لا لا هذا حقك قصدي انا ابوك مبلطم. امك من اللي يشوفها هذا يقول مشواي، ترى مشواي مش هاي اللي تشوفون البلح الحمر هذا مشواي، واللي ما يدري يتحرم قلق. ها حرام يا انه مشواي. طيب ايش قال لنضوي ايش قال غادي؟ طيب ايش قال يفتش العظم روحه؟ الحق ما تلحق على الحبل، الحق ما تلحق. يا سلام سلام. اللعن حد ياكله من كب. والله يا سلام سلام. يا ويلكم حد يصك اللي عندي انا. اسميه حبل اسميه حبل وعطاني الله واتمه يوم اعطيه. جزاك الله خير. وزاني الله خير ويته ودي سبيتك انا. يا رب البيت والحرام قرب الله القابطه. هذا وقت حبل اذا ما حد يا سيدنا يا سلام سلام. يا ويلكم من جبار السماوات والارض. يا ويلكم يا ويلكم. انا بشوف بس بطرحني. يا سلام سلم يا سلام. حدث ولا حرج. زبده 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 حرام ينهى زبده. يا ربي يوم يقول لكم عيشه يوم دافعنا عن معيشه سنه. شيب السلام عليك. ايش حالك ابو احمد؟ كيف انت؟ والله يا ابن حضيبه غامضني ما بعايب تمي صحك اكلك والله هنا شياك متقمح متجمح يا ابوك خذ ما الله اعطاك مني ما شاء الله ابو عبد الله ما شاء الله عليه. الله يحفظك يا ابو عبد الله. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. تحيدونه الشعري اللي كان شعري هني. هذا هو بقايا فقيه هذا بقايا الشعري هذا هو ما شاء تم منه. كنت امتزر والله بطني لكن ما هان علي اني اودر الصافي. اقول لك اني بودر نعم اصور تنمي ودرت التصوير وين بيهون علي اودر هالصافي. يا سلام سلام. هذا يوم يقول لك شوف الله عليك شوف 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 سبحان الله اللهم ادمهن انا شوف شوف الله عليك شوف الله عليك. ها ما تسوي لها وحده هنتين ها ما تبع عيش تراها اول الخزان الثاني. الله اكبر عليك. الله يا ابو خوي انه ما يتوتر. من حطيبه هي نعم عندي هالبليح اللي عليه رضوان من الله. العافيه. والله لو ما خلاص ما اعطيته فمه. جزاك الله خير. انت طلبتني عيني ما اروح اعطيه فيها شو بتجدى فيه؟ طالبني الحبل؟ وين يهون علي؟ احنا ابو حبل ما طلبت انت حينه الا الكبد ولا طلبت سلسله الظهر ولا سياته ولا
الحمت الفتش طربت الحبل ودي لكن ما يهون علي سامحني ان شاء الله هزيد ودي ثاني على الموسم الجاي. هذا اللي بطنه صافيها روحه دلقوم هالمثل يظهر هذا شحمت المصران من دحقه على المطاميط الخواصر مات الصافي ويغدي البلح روحه حمر ودك تلايم بيديك وديولك ولا تشبع منه. شو السبب؟ لان شحمت البطن من دحقه في المطاميط هاي ويغدي شيء حامز ترى السمك ما يضر ترى على فكره لو تاكل بيديك وديولك لو تاكل بيديك وديولك. كل جماعه الشباب الا روحي انا بعدني الا روحي ميلس سامحيني سامحيني لي نمه ما ودي اجفي بك لكن شو اسوي؟ ما تم مكان ما تم مكان انتزر بطل سامحيني سامحيني والعذر والسموحه منك ان شاء الله غير هالودي انتزر بطني كان الطعم شو من قبل عن خاطري بس ولا هذا هذا كانها صار من خصائص القبقوب لازم تكسره كسرتين كسره تخليها بويه الصحن وتكسره هاي خده تشلها ما يبالها تضربها ما يبالها لا اضرب ولا يبالها تيدس تبدع ايديك وتقطع ابدا بعد ولا ترمس يا سلام سلام اوه لا تتكلم ابدا تزعل ويعرف كل هين بتاكل قبقوب ترد وتلطم هذا انت والخير باع مره ما عليك باس شوف 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 الصافي شوف ابو محمد شوف شوف كيف شو القطر حرام انه ذر دهنه هاي الدهن اللي يعيش شيلاني على بصل يا سلام يا سلام على هالتنور ابو محمد ها شوف شوف انا ابو محمد شوف يا سكيت يا سلام كم تسوى هذه يا ابو محمد شوف 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 اليوم اليوم لا ما في سناب اليوم لا ما في سناب اليوم الهي مرحبا والله بالحضيبة ساك الله بالخير بالحضيبة سلام عليك فيك تحيل يعني ما بتفيك لكن في الليل ابوك ما خليتني ارقد كم ودي صرت تغسل ضروسك يا غير حد والله يا غير حد ياسي سمون باير بروش والله ما كنت حلف ليش والله ما كنت حلف والله ما تشيل حلف قافول لا حلف ما كنت والله في الليل قرشخ 40 ودي وبيني وبينه هيدار عيل وبيني وبينه هات تختبند وهو في حجرة وأنا في حجرة أنت زين ما حطيته أنا ناوي أحطه والله شو أقولكم ضروري شفتوا لي حج بيب حليان بواير بروش هالنمونة كم ودي تخسر ضروس قم ما ترقد الناس ودي وحدة وين يتودي 40 ودي سعد هنا يا ابو الله قال خلك شوكه منو واحد اقول قال ولا خلاك قال خلك شوكه
وين ساير؟ وين انت وين ساير؟ لا لا يمكن الحال صوب الشيات هي انا وانت وين خلاص اللعبه مره مرت اي لسعاد انت قر بس يا رجال وخلى ابويا الله يرحمه بنصير الحين جده الشويهات نصور هناك جزيره شويهات روحه يعني نرويكم الواقع السياحي اللي فيها مكان وايد فنان والله كما اقول لكم الكتش اللي يربط بين الشويهات والظن هذا هو هذا تكملته هذا يوديك لين الشويهات هاي جزيرة شويهات والطرف هذا الحمرة هاك وين نحن ساكنين الحين وين البرج وين البيوت اللي هناك وهذا كامل تشوفون مسكر هذا مسكر من تسجيل مايه ضربوه بويه مسكروه كامل مسكر الطيارة يسمونه مسكر الطيارة ليش الآن اسمه مسكر الطيارة؟ طايح طيارة هنا بالأربعينات ظني بالخمسينات وسموه مسكر الطيارة لين الحين موجودة حديدة شوف أقول لكم الكتش قال لي غدي السيارة يبوك تسبح عليه خطر الله يحفظ عيالنا وعيال المسلمين اجمعين والوقت اللي يكون فيه قبل الكتش هذا من تسجيل ماي ما حد يروم يوصلها الشويهات الا لين تغدي الماي تحاصيل من تحصر الماي خطفن السيائر وخطفن الدراجات اللي بيمشي على ريوله وعلى هواه وصلنا هالشويحه كشاته اظني فلبينيين كشاته حليله ها فلبينيين هلا خيامهم خيام فلبه يعني يعرفون بلادنا هذا ها عن السياره البحر زين ما تبون هني نقعد لا بنصير فوق من عالي لا عالي هو لا ما شيء هو حلينا وايد كشاته بالبركه فوق ماك الصعد هاي فوق لي بل هذاك مو فوق اخذ اي اشاره ظني محمد اسهل من يسار لا اضرب ابوي فوق انا صخيه والله كتمت النفس ما صبرت اذكر الله اذكر خليني انزل بنزل 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 لا بنزل بطالع بطالع لكم بطالع لكم بطالع لكم انا بطالع لكم اذكر الله يا رجال لا اله الا الله لا 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 والله ما نزلت خرتني لا اله الا الله بتنزلون نزلوا انا هب نازل بترياح من تنزلون بالحكم لا والله الله يحفظك انزل انتو بن حضيبة الله يحفظكم من تنزلون بالحكم وابي ايه قلت لكم انعفص هذا ما يسمونه اللي تحت السيارة انعفص تخيب ها ها اي والله لو الموت الحمد لله اني ما ركبت وياكم السيارة تزل روحها لا اله الا الله والله لو الموت يلا بايكم تريوني ايوه انا ما بموت انا مدحوب ان شاء الله حادني خيبه بغيت اتكبوت رب البيت والحرم هشي ابوكم ما قواكم ان شاء الله كشاته خلق الله وما خلق كلها كشاته الاول هل بقع ولا من يطيح
شو ما شاكلها كشاته. انا قضاني بحنانير ورايحين داخل يصيدون شوفهم. يا الله هني سبيطيه ما لها حد مرقه. رق هذا. بعيد عن اغراضهم. بعيد زين عنهم. سكنت لا صار شراته سكنه ولا قبلها ولا عقبها سكنه. شوف ما زين هالمكان. شوف الله عليك. شوف الله عليك. شوف الله عليكم. خرت نايم البحر ترى تحت. شوف الله عليك المكان ما زين. مكان فيه منتهى الروعه. وين قوم هلال هذاك وين؟ منتهى بس اسود. لو الجليل ينكشاته وحين ما شاء الله خلق الله ما خلق. شو ما زين المكان. مكان في منتهى الروعة. هاي الشويهات مكان جميل. يبعد عن أبوظبي تقريبا حوالي 350 كيلو. وهذا الزبوت بعد الاول او تحصل المايه ساروا له مشاي. مشاي يصيروا لها الراس هذا يوم مره يوم 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 تثبر المايه اخر ثبره لها ما ادري في اي شهر يخطف السيايير لين الزبوت. وتحت الزبوت هناك شيء مناجف مال هوامير ميافر ميافر هوامير ريج حرامي. انا بالمنتب الاول نتطاولهن الاول يوم الدنيا ما حد يوصل هالبقعة. والحين ما شاء الله أمت لا إله إلا الله. الأول بيت لو بيتين فيها بيت لو بيتين أجدم بيت كان فيهن بيت سعيد الكوري المحيربي. نعم روحي جيته من أكثر من 35-37 سنة ماشي ولا بيت. والحين ما شاء الله الدنيا يميع البيوت تبارك الرحمن. الله يزيد ويبارك يحفظ عيالهم. عليكم هزين هالسكنة ما زين من مكان. شوف الله عليك. شوف الحضيبة سكنه لا صارت ولا استوت. شوف شوف الفريج وين نحن يدور. شوف الفريج هنا خاية البيوت اللي هناك هناك نحن وين ساكنين. بيننا وبينهم هالبحر. شو اسم الشركة هاي؟ ها مسكر اللي تشوفون اللي من الغبة هذه هذا بحر. يغير اللي مسكر على المسكر البرقة هاي العليوة ليبل هذه اللي مسكر على المسكر. الحين ما نروم نشوفها وين الكتش اللي تونا خطفنا عليه. وهذا كله ابوي برق اللي تشوفونه. وهذا يا الله يحفظكم الزبوت. هذا الزبوت يا الزبوت. شو ما زين المكان. مكان لا صار ولا استوى. يا حافظ يا حفيظ يا سلام سلم. معوني اطريكم صندقة الكوري. وصندقة الكوري ما هن الا صندقة الكوري روحها في شنتية شويهات. مكان هالبيوت هل تشوفون هني كانت صندقة الكوري. الكوري يسوي عم راعي البيت هذا اللي نحن فيه. راعي البيت. لا ابوي شكرا. شوف حيث انه راعي معنا. ها؟ شو تقول؟ شو تقول؟ شكرا 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 بارك الله فيك. حيث ايه مسنع مسنع ابوي مسنع يعرفون. مسنع هنا هالمحاربة. بخير جينا بيتك وصورنا براير مرخوصين. خالد نسيتني انا. انا ما نسيتك يا ابوك. انا وياك يا حياه ابوي في المانيا الاول. الله يغفر له. الله يغفر له. امين. يعيش الجنه ونعيمها. انا ما انا لو دريت كان فرشت لك الورد منك. لا خليت من اسمك. لا خليت من اسمك. لا لا الكي غير الي هاي. ما زين بنيانكم. ما زين بنيانكم. مكان غاوي رقم واحد عليه رضوان من الله. يا مرحبا يا مرحبا. صور مره وخذ راحتك والبيت بيتكم. يعلي ما ذوق حزنك. يا مرحبا. يا الله يرحم ابوك ويطرح له بركه. احنا اليوم اليوم هنا الشيخ حمدان هنا البيت جايين من المغرب. ما شاء الله ما شاء الله. حمدان الله بن زايد وهذا جايين اليوم عندنا البيت. الله يطول الله يطول بعمره ان شاء الله. اتمنىناك هنا حون نعزمكم. واصل واصل يعلى الله يطول بعمر ابو زايد. كل العرب تتمنى تشوفه. ابو حمد والشيوخ اليوم جايين ان شاء الله يقربون عندنا اليوم. هذا ابو ظبي انتوا اليوم؟ ايه لا في ابو ظبي. اي والله ما شاء الله. انا ولي بكون هناك بس يا ابن عزيمه الشيخ
الله يحفظك. وملكته بنت خليفه اخويا. ما شاء الله ما شاء الله. ايوه سويناها مره واحده مره بيايه الشيخ والملكه. اللهم لك الحمد يا سعد حظكم يا سعد حظكم يا سعد حظكم. اللي ابو زايد جاينكم اليوم يا فرحتكم. اليوم عيد عيدكم عيدين. عيد العيد عيدين هنا. يعني الله يفرحكم اليوم ودوم يا رب العالمين. امين 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 يا مرحبا والله والبيت بيتكم مره. انا ابا يي غير هاي العيد. عيوني تيك لا خلين من اسمك ان شاء الله من يذهب البيت. بيت بيت. شو رايك؟ اسمي بيت اسمي بيت اسمي بيت اسمي. المكان ها؟ شو رايك بالمكان حلو؟ مكان موقع ولايتي مكان لا صار توني اقول حق الجماعه وقت التصوير هذا المكان اللي تشوفونه. كان عالي صندقة الكوري الكوري عمه عم راعي البيت. يا مرحبا يا مرحبا زين لا خليت من اسمك البيت بيتك البيت هم هم قوم بنمنخس سعيد سعيد بن خلفان وأحمد بن خلفان أخوان وسعيد الكوري هاي لبوقة لبوقة يسمونه الأول عمه راعي البيت هذا وحياة أحمد بن خلفان الله يغفر له جيتهم في ألمانيا يتعالج الأبو وكنت في نفس المستشفى اللي مرقد في حياة أبوي قبل ما توفى حياة شيخة شيخة بالتسعيد وكنا غدا وعشاء وريوقينا من عند حياة شيخة بالتسعيد الله يرحمها يغفر لها إن شاء الله وعشنا وقت طويل وكان حياة عبد الخالق وكلهم هاك السنين كلهم انطحنا ما تميت إلا أنا والعيال هاي اللي تسمعون يطريهم توي وعشنا عيشته والله فنانة ومقزرين الوقت هاك الأيام يمكن ست شهور يلسنا ضربة في ميونخ سنة 80 الرمسة هذه وعقب حياة أحمد خلاف توفى حياة أحمد بن خلفان وخلف العيالي على الله يحفظهم ويبارك فيهم ريايل ما شاء الله فيهم خير واصلين هل وظائف وهل دراسة وهل علم وهل خبر وكرم ويجدمون ويخرون ويشقون ويرقعون حيث انهم عيال الرجال والناس كلها في كلها خير وبركه يا غير حد من العربي يميزه كرامه ويميزه طيبته واخلاقه على ما سمعته الحين وما يدري بني رمس اسجله وخبرته على الخاص قلت راني سجلتك قال برايك مرخوص اللي بتنزله نزله واللي بتصور صور والخير خيرك والشر لغيرك البيت على الله يحفظكم من محمد ولد حياه احمد بن خلفان احمد بن خلفان الاول كيف شو سبب شهرته أحمد بن خلفان هو الأول المسؤول في البلدية عن الجسيم العيش اللي عنده بطاقة يعطونه العيش المدعوم مثل اللي الحين بطاقة الدعم والتمويل وهذا الأول كان أول من سوى الدرب هذا حياة أحمد بن خلفان وخلق الله ما خلق اللي يبى العيش يصير وين عند أحمد بن خلفان يعني له الجنة واللي له يوني يعطي 10 واللي له 10 عطوه 20 أسبتي كل يتغفر له ويترحم على روحه ويعني إنسان ما ينذكر إلا بطيبه يعله الفردوس لعلى يا رب العالمين وهذا بيت سعيد أخوه أخوك أنت يا أحمد بن خلفان هو بيوت عيالهم وأنسابهم خوالهم هال يتم يعني كلهم بيطة وحدة هالمكان اللي تشوفونه كله فريج واحد ترى هذا أخوه هذا بن عم هذا من لكو 600 سنة يا غير عقب كبار والكبار ويابوا العيال وعيالهم يابوا عيال وهذا بن عدال هذا وهذا بن عدال هذا يعني تمدد عمراني طبيعي منهم وفيهم تبارك الرحمن الله يحفظهم ويحفظ عيالهم وعيال المسلمين اجمعين يلا بس عاد عليكم يلا الله يحفظكم نحن عند ويه الشويهات هذا المدخل الرئيسي مال الشويهات وهذه تشوفونها كلها بلاد بلاد يعني يزير كبر شو بقولكم أظني كبر أبو ظبي من داخل ها هلال أنت كبر أبو ظبي أصغر عن أبو ظبي يعني كم يعني صغير في إيبال وشوارع وفرجان شو تكيلو وين ثلاثة يا رجل إيبال لا أكثر هلال أكثر بلاد ترى تبين إيبال كم يبل بيبل فيها وكم وادي وكم ما أدري شو وكم مطحنة الزمان ويميع الفرجان ويميع البيوت عشرات البيوت بالأميات هي والله هو إنه كيلو في كيلو لا بكيلو ولا كيلو وين ولا خمسة بعد إذا ماشي 15 كيلو هذا كتش حينه هذا من هذا فريج قوم هلال
هاك وين احنا نبات الحين، الحمرة والحمرة، هاي الحمرة وهذا ابوي الفريج كامل، مليون و600 الف ادمي فيه فرجان يعني، وهذا ابوي المدخل الخاص لليزيرة هذه، ماشي طريق غيره بين فترة والثانية. هلال اختف جدا البحر جدا على السيف ما يتحاصير بعد تحمل اللي عافد هاي العفدة بيدور يدور يدور تحمله، بس عقب هاك عقب هاي العفدة بويلة الدولة تروع على عمرك اللي ما صابك مشار هاك عن مسامير قصدي يقول لي إيحان هاي مشكلة إيحان. والكاتش عبين فترة الثانية تيل قريدة وتمسحه ترى فريج وساير وياي، ولو إن ما يعدلون الكتش هذا بين فترة والثانية يزيدون كتش السيارة القريدة وتمسحه يعدلونه وينظفونه، ما بي ما بي ما بيجاوي هالدهر كله، لكن إذا إزاه الله خير هاللي متعني ومتصرف اللي لسه يخطف يعدل الطرق حق العرب. الحكومة حاطة والله؟ إيه والله كل سيارات ينظفن السيف، خلي لي ينظفن السيف عدل الكتش وكل شيء عدل الكتش هاي والله عام الحكومة المنطقة الغربية ما قصرت والله، هني في نص البحر يوم جزاهم الله خير والله يا ما كنت تدري انا ما قصروا وطالع كل شيء ينظفونه حتى السيف ينظفونه والله. جاي البارحه جاي اخبر العرب عن الكتش لحياه يدك بادل علي هذا اللي لبيوتك، تقول بين فتره والثانيه من ايهم حياه بنت هلال فاطمه تمر لب اخذوا كم تريب من عند المزروعي وحطوهم في اول الكتش هو ودفنوا وعدلوا تعرف السكن ما زينه، والبارحه طلعت علي السالفه وياس اخبره بهالعرب هذا عدل الفريج اللي نحن نسكن فيه الحين، كل هذا هذا ابن عم هذا وهذا ولد خاله هذا وهذا، وهاي السكن ابوي من اكثر من 30 40 سنه بيوت العرب ما حد شيء الا شيء جديد. حفظكم ما تحيدون البارحه ياس اصيح اذنيها اذنيه بنت بنات شيبه اقول اصيح اذنيه كن على شعري، هذا بيت الله يحفظها أم محمد الأول لها يستبل العريج وقف سوى هاك البيت الزجاج والدنيا مضرجة وهذا حد يرانهم ما يندرى منهم هذا هي تقوم الضريف هذا بعد عد علي هلال البيوت بيت الضريف وهذا بيت أحمد درويش أيوة بيوت وإن شاء الله تبارك الرحمن كل حد أبوي عدلين وزينين ابو يوم صبيراق ذهب البارحه واليوم عند الله كل حد كل حد ابو يعدل وزين الا انا اي واكل واشرب مثل دي في الطوفه ولا فكرت ابني ولا فكرت احوز لي مكان ما دريت الدنيا بتتغلق كنت ادري ما دريت الدنيا بتتغلق منو بعد الكرباب هذا اخوي شو ما زين هالسكنه لا لا يوم بتكون موجود ان شاء الله هذا ولد احمد بن خلفان الله يحفظه متصل مره ثانيه متلوم انه ما كان موجود في البيت اتصل متلوم عيلي سوالكم هو كذا وطلعتوا هذا بيت مطر المزروعي هذا بيت مطر المزروعي يقول لي تبارك الرحمن هذا بانوش اللي ما قدر انزل بعد انا ما شفت دخل البحر هذا ما تنزلوه ما تنزلوه ما تنزلوه البحر يا سلام يا سلام عرعر هل برور هل بحور كلها من السبعينات زي حط لك ابوي مربعتين وسكن حالك حال من سكن وسوي لك تشينكو واكتب اسمك تحت انا لا انا اين ستعب هذا بيت حياة بن عوضة هذا بيت حياة بن عوضة يا له الجنة المريخي هي نعم حياة حيات محمد بن عوضة المريخي هذا ميلة سعد الفروخ العياد خيمة الشعر مسوين وهذا بيت قوم حياة قبيل قبيل هي قبيل المريخي يبنون بعد بنيان جديد هذا ميلة سليم يا سلام سلم بيت ابوي مرزوق هذا بيت مرزوق بن محمد بن سيف القبيسي وهذاك ابوي بيت محمد
محمد بن سيف روحه لبو، وهذاك بيت هلال بن محمد. وهذاك ايش اسمه الطويل؟ فوق حلو مرتبين. اي والله حضرني اربعة خمسة زين، بعضهم شي تحت وبعضهم فوق، بعضهم على البحر شي، مختارين مكان تفتاي وين المساحل اللي ايه بدي اعطيك من سنة. السلام عليك، مساك الله بالخير. هلا هلا، كيف حالك؟ سلم. كيف انت؟ مشكور على هالنبذ القاوي. الله يسلمك، تسلم. هذا شيء من ارض مبروكه يعني، الله يبارك فيك. وحبيت ما اسوي غير الزيت يا حافظ، هذا حد جاي لنا. السلام عليكم. مرحبا مرحبا ابو احمد. الله يحييك. هذا احمد بن احمد احمد الشيبه بن احمد، الشيبه بن احمد القبيسي. كيف حالك؟ بخير. كيف انت؟ مساك الله بالخير. أبطيت علينا يا أبوي. زين ستر دلع. كندواتي؟ دلع براي هاي بمارس. ثلاثة كل واحد يا ركض. يوم أنت متعدل ومزين يا أبوي. لا هو. شيلات منورة. عبيد أظني حين شهرين. لا أكثر. خليه بلك كوفي. شهرين. شويهات ما تسوى بدونه. يا إلى الله يسلم ويحفظك يا أبوي. العين عقب شوية. مع الوصل هنا. وين طالعت أنت على النت؟ حين بظهر أظهر لو كنت دورك نفس لون الكرسي ما يبين. لا لا ما فيه طريد السالفة، إيش بيزعل علي؟ شو شعبة تطريده أنت طر؟ ما توز أنا ما عندي سؤال. ما فيه. لكم قبل ما أرقد بخبركم عن المعلومة مال البنغالي تحيدونه يوم يقول والله أنا مسمي بنتي الاسم مال مظهر لنا من صورة الإلاف قريش الإلافهم اللي هو من جوع. بخبرك شو سالفة، أنا ما كنت أعرف. الدول الآسيوية هاي اللي في شرق آسيا وما شرق آسيا مسلمين يعني، جاوة ولبقى هاي كلها، يوم تيهم مولود يفتحون القرآن ويغمضون عيونهم يتنقون أي حرف، يحطون صبعهم المكان اللي الصبع فيه يتنقون الاسم. عندهم معتقد أن يقدرون يسمون أي اسم. هافل من استوت الدنيا هم على هالحالة. أحين ابتدوا في الوعي الديني والإرشاد، ويوم تمت السعودية الله يحفظها ويحفظ حكامها تنشر الوعي الديني في البلدان اللي هنمون، تخبرهم بالأخطاء اللي هم متوارثينها أبا عن جد، فلذلك منتشر الأخطاء هاي عندهم، فهم ما يعرفون. فحين ابتدت الناس تخبرهم، ولكن حد منهم رسم يابسة مثل هذا حين مسمي بنته من جوع، فلازم أن يفهم أن هذا الشيء غلط. أن معلوم أن كلام الله كله طيب، لكن مثلا شيء منهم بعد مسمين صقر جهنم ويتي ديك على زقوم ولا جان ولا يعني ما يستوي، ويصبعك على كلمة يعني ما يعيشوا يعني. فهل المفروض انه والله ما يستوي؟ لكن حينها ما بطايع، قلت له هل شيء تصرف؟ لا 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 احنا كلنا شيء ونمون. دقك حزي الله اسعد عليكم الرمسة. بغيت أصور مساء الحين تعشينا عند قم مرزوق، ما سووا سمك العشاء، فري من هالصغار نمونتين ودياي مشواي وعيش أبيض وبرياني دياي وخيرات الله من كل نمونة. يا غير هاي الأشياء ما تعرف عليه في كل بيت، يعني الدياي والفري والأشياء هاي في كل بيت تخدم. فلذاك ما بغيت أصور، وأنا أصور يوم شيء مميز يعني شيء غريب يعني شيء يعني هاي الأشياء اللي أنا أحب أصورها، اللحم والدياي والمشابيس والصوالين والبريان، هم كون في كل بيت يخدمونه. زين يلا تصبحون على خير، ونراكم إن شاء الله بكرة. 90% إن بكرة يوم اللا، 90 أو 99% إن بكرة راح يكون يوم اللا. من يوم في لندن وهي ما تهتم وحدة كله هي 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 بس بكرة ماشي إن شاء الله ورا بكرة إذا رجعنا بالحيين.